في أزمة زبالة ونحن مجموعة أشخاص متخصصين بإدارة النفايات قررنا نطلق كومبوست بلدي كمبادرة من خلالها ممكن نحول النفايات العضوية لمواد ممكن أنها تستعمل بالزراعة وتنباع اللي هي الكومبوست أو السبخ. أزمة الزبالة متشعبة كتير وكل يوم عم نواجه مشكلة جديدة لأنه البيوت غير البلديات، البلديات غير المطاعم، المطاعم غير المؤسسات، وكل واحدة منا عندها كمية ونوعية وطريقة رمي للنفايات مختلفة. فنحن عم نتأقلم مع هذا التغيير لأننا مصرين أنه نوصل حل لكل مشكلة لكل لبناني وما كان بلبنان. تننتج كومبوست جودته عالية وبينباع بده يكون في فرز من المصدر يلي هي بعدها عادة منا كتير موجودة في لبنان. كتير عم لقى أيام صعوبة مع العالم أنه من أول مرة نقنعهم بالفرز وأنه يفوتوا بهيك مشروع. نحن هدفنا أنه كل لبناني يصير يقدر يفرز من البيت ويصير في معالجة مستدامة وبيئية للنفايات تا لبناني يضل حلو بيلبقنا.